الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين طبتم وطاب مشاكم وتبواتم من الجنة منزلا حي الله مشاهدينا الكرام. النهارده باذن الله تعالى اخر يوم في مسألة الخمس. نقول للشيعة اين المعممين؟ نداء للمعممين. لماذا نداء اخر يوم في كسر الضلع <applause> نداء اخر يوم في كسر الضلع نقول لهم اين المعممين اين علماءكم ليدافعوا عن مساله كسر الضلع نداء اخير للمعممين الله المستعان لماذا تركتم العوام لماذا تركتم العوام لنا والله لا نرضاها للعوام لذلك دائما ما نقول اجعلوها كلام اهل علم وليس عوام. العامي زعلان فبيدخل بيدافع بأي شيء لذلك تجد أن كلام العامي ليس مطابقا لكلام اللي في الكتب هو بيحاول يدافع الراجل بس مش عارف يدافع ازاي والمعممين تركوهم هكذا لذلك دائما نقول يا جماعة الخير دعوا لنا المعممين أدخلوا لنا المعممين مش مشكلة عندنا يدخلوا بأسماء غريبة مش مشكلة عملها اللي هو الشوالي ده دخل بكذا مره بكذا اسم ولا يستطيع ان يقول اسمه الحقيقي وغيره 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 فلذلك دائما نقول اتفضلوا هاتوا المعممين او روحوا تسالوا المعممين عن الاسئله اللي احنا بنسالها. الان دخلنا في اليوم الثامن في مساله كسر الضلع والى الان لم تاتونا بروايه واحده صحيحه روايه واحده صحيحه في مساله كسر الضلع. انت ممكن تكون طلعت خطا زي النصراني ما طلع على عقيده خطا زي ما البوذي طلع على عقيده خطا زي ما اليهودي طلع على عقيده خطا مش عيب ان انت تطلع على عقيده خطا لكن العيب ان كلامنا يدخل عقلك ويدخل قلبك وانت ما زلت مصر على العقيده الخطا الفرق بيننا يا اخوانا وبينهم انهم ياتون بنصوص جامده يفهم منها معنى واثنين وثلاثه ويأخذون منها معنى واحد فقط الذي يتماشى معهم أما نحن فنحلل النصوص بالقرآن الكريم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل وبالمنطق لذلك ما تجد أي معمم يأتي ليناقش باسمه أو يناقش في صلب المسألة لدرجة أن المعممين وناس كبار يدخلوا عشان يسبونا فالله المستعان دخلنا كمان بصصهم يعني أنا ما اكتفيت ان انا اجلس هنا على اليوتيوب دخلت البصوص بتاعتهم وناقشتهم فيها ما وجدت الا سب ما وجدت الا اهانه ليس هناك امور علميه سبحان الله مع ان المفروض انت لما تدخل بس انسان يحترمك أكثر ولكن كده الحمد لله رب العالمين انا النهارده باذن الله تعالى او من النهارده مش هدخل اي بس شيعي خلصت على كبارهم كبارهم في اليوتيوب وكبارهم في التيك توك سميرة اللي هو أبو سمير ده وعلي الجلاد خلصت عليه علاء المهدوي بفضل الله خلصت عليه أبو الحسن العراقي نفس الشيء أحمد الإمامي نفس الشيء وعد اللامي نفس الشيء ما بقاش عاقل وناقل نفس الشيء ما عندهم أي حد موجود له قيمة عندهم إلا ودخلت البث بتاعه وفضل الله عز وجل زي ما بيقول الشيعة قفلت ملفه او فلشته حسب كلام العراقيين فالله المستعان وانهزم مني ولله الحمد والمنه والبصوص كلها موجودة على قناتي النهاردة دخلت بس بفضل الله عز وجل اللي هو ابو علي الجلاد ده او مسمينه سميرة اقسم بالله العظيم لا عارف يجيب من قدام ولا عارف يجيب من ورا تديله المايك عشان يتكلم يقعد عشر دقايق يعيد ويزيد في اللي هو بيقوله يعني مثلا انت تخيل ان انت سطر ولا حاجه يفضل يعيد ويزيد فيه يعيد ويزيد فيه عشان يبين للشيعة ان هو بيتكلم لكنه في الاخر ما بيتكلمش ان شاء الله اخونا محمد سراج هينزل لنا الحلقه النهارده او ينزلها بكره وانا كده الحمد لله عملت اللي عليا ما بيرضوا يدخلوا البصص بتاعتنا ما بيرضوا يعني انا بدخل على تيك توك اقول لهم يا جماعه الخير اين معمميكم اين معمميكم أين محاوريكم؟ ما بيدخلوا، فاضطريت إن أنا أدخل، وكده بفضل الله عز وجل دي كانت آخر حلقة لي النهاردة، والله الذي لا إله إلا هو، من يسمع الحلقة اللي هتنزل دي، ولا يكفر بهؤلاء لا يلومن إلا نفسه. أنا بدخل الحلقة يا جماعة الخير بقول لهم إحنا بنتكلم في دين. إحنا بنتكلم في دين، ستضلون الشباب. الكلام اللي انتوا بتقولوه او الروايات اللي انتوا بتقولوها او بتعتمدوا عليها لو طبقناها على ارض الواقع لا تستوي لا تستوي على ارض الواقع لذلك مواقف اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تكذب اقوال الشيعة وهنتحاسب انا هتحاسب والكل هيتحاسب وسوف نقف بين يدي الجبار ومع ذلك لا حياه لمن تنادي الشيعة دلوقتي للاسف الشديد عندهم صراع نفسي مع نفسهم والله تحس ان انت بتلعب كرة قدم وكل واحد بيشجع فريق بيشجع فريق لذلك حتى الشيعة حتى الكلمات اللي بيقولوها طب له طب انت حضرتك بتقول الكلمة دي ليه؟ ايه هو ما ادولها يعني انت سمعتها من مين؟ طب انا عملت ايه عشان تقول لي الكلمة دي؟ ما اعرفش هو بيتناقل وخلاص بقى عاملين والعياذ بالله زي القرود بيتناقلوا بدون فهم فالله المستعان فيا جماعة الخير والله العظيم والله الذي رفع السماء بغير عمد انا احب لكم الخير واهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الراس واحب لكم الخير اه انا بتنرفز وبتعصب ساعات ولكن عصبيه لديني مش عشان حاجه تانيه لازم اتعصب لما واحد يدخل يسب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ولما يدخل كده كل اريحيه وكل برود اعصاب ويجي يقول ان القران محرف وهو مش عارف تبعيات القول بتحريف القرآن تبعيات القول بتحريف القرآن يعني معناها ان بتاع دوت تبعيات تبعيات القول بتحريف القرآن يعني معناها ايه؟ يعني معناها مفيش دين معناها مفيش دين ولكن لا طالما المعمم اللي قدامي بيجيب سيرة السيدة عائشة وبيجيب سيرة الصحابة أفوت له أي شيء اي شيء علي بن ابي طالب خالق السماوات والارضين مش مشكله. القران محرف اقول بتحريف القران المهم ان هو بيسب الصحابه ويحسبون انهم يحسنون صنعا فالله المستعان النبي صلى الله عليه وسلم جلس 23 سنه عشان يحفظ لنا القران ويحفظ لنا السنه وهي اخر التشريعات واخر التشريعات بعد كده يبقى قران محرف. يبقى ايه الفائده؟ هل الفائدة تعود على أهل السنة والجماعة مثلا عندما يقولوا بتحريف القرآن أو تعود على الشيعة عندما يقولوا بتحريف القرآن إحنا الاثنين في الهوى سوا يجي عين ملحد نصراني يهودي بوذي يطيرنا كده كش ملك يطيرنا وهل أنا هدعو إلى دين أول سطر فيه تحريف القرآن أدعو إلى دين أول سطر فيه تحريف القرآن يعني يقول بتحريف القرآن هيجي لي وش ازاي اساسا انا ادعو الى دين يقول بتحريف القرآن ادعو الى دين يقول بتحريف الدستور بتاعه هل شفتم في في الدنيا قاضي محكمة اول ما يدخل عليه المجرم يقول له انا ساتحاكم اليك ولكن بهذا الدستور المحرف اتحاكم بهذا الدستور المحرف المجرم هيقول ايه المجنون ده مشوني عنه يا اخوانا ده مجنون فالله المستعان فالواحد بيتكلم والله من حرقه القلب عليهم والله المستعان النهارده اخر نداء للمعممين اخر نداء للمعممين اتفضلوا في مساله كسر الضلع اطرحوا اللي انتم عايزينه في مساله كسر الضلع النهارده مش عالزمكم بسؤال اتفضلوا يا معممين اطرحوا اللي انتم عايزينه في مساله كسر الضلع